وللحديث عن أزمة مجلس النواب الأمريكي بعد إقالة رئيسه كيفن ماكارثي على خلفية أزمة الإغلاق وخططه لحلها، ينضم إلينا عبر زوم من اسطنبول المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور صبري سميرة. حياكم الله دكتور صبري. دكتور صبري، هل تسمعني؟ هل تسمعني هل دكتور سألتني صبري؟ سؤال سيدي؟ لم أسأل بعد، هل تسمعني دكتور صبري؟ أسمعك بس لكن بصوت منخفض. طيب، يعني تمت إقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي في إجراء يوصف بالتاريخي، حبذا لو تطلعنا ماذا حدث ولماذا حدث هذا؟ إذا أنا سمعت السؤال جيدا، ماذا حدث؟ هل هذا هو السؤال؟ نعم. نعم، الذي حدث هو سابقة الأولى من نوعها في التاريخ السياسي الدستوري التشريعي في الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أن أسست الولايات المتحدة الأمريكية لم يحدث أن تم حجب الثقة أو إزاحة رئيس مجلس النواب من مكانه، Speaker of the House. قبل 100 عام جرت محاولة لإقالة Speaker of the House اللي هو رئيس مجلس النواب في ذلك الحين، ولكنه لم تنجح. فهذه تعتبر الأولى السابقة في التاريخ الأمريكي، وهي عندما يقوم مجموعة من النواب، وكانت الشروط والمتطلبات أصعب في السابق، بتقديم عريضة للتصويت على حجب الثقة. هذا رئيس مجلس النواب ماكارثي الذي تم عزله الآن، عندما تولى منصبه قبل حوالي العام جرت حوالي 15 محاولة أو 14 محاولة لاختيار رئيس مجلس النواب، وكانت دائما تفشل حتى نجحت في النهاية بعد أن قام هو بتقديم مجموعة من التنازلات لحزبه الجمهوري، أعضاء النواب والنواب الآخرين في مجلس النواب من الديمقراطيين. وكان بمقتضى أنه يجوز لفرد واحد، عضو واحد في مجلس النواب، أن يتقدم بمثل هكذا اقتراح ويتم التصويت عليه ويجب التصويت عليه. الذي جرى هذه المرة أنه بعد أن انتهت المعركة الكبيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين وبين مجلس النواب والشيوخ من جهة والرئيس الأمريكي في نقاش الحصول على ميزانية لتمويل تشغيل الحكومة الأمريكية حتى لا تتوقف نهائيا ويتم شل حركة الجهاز التنفيذي أو السلطة التنفيذية، ماكارثي كان هو العنصر الرئيسي في إحداث هذه الاتفاقية ما بين البيت الأبيض من جهة ومجلس النواب، وبالتفاوض أيضا مع مجلس الشيوخ حتى يتم إرضاء الجميع في كل هذه المجالس. بعد أن حدث ذلك، وكان أيضا سابقة كبيرة جدا، قام مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري وهم 8 في عندما جرى التصويت، وقالوا لابد من عزلك لأنك خالفت مصالح الحزب الجمهوري وخالفت ما اتفقنا عليه في الحزب الجمهوري في كثير من الأمور والمحطات، وأنك تمارس ألاعيب سياسية ونفاق سياسي وتتقرب إلى الديمقراطيين وإلى الرئيس الأمريكي. فطرحوا موضوع حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب ماكارثي، فما كان من الديمقراطيين جميعا مناكفة سياسية، مناكفة حزبية، وأيضا لكي يتخلصوا منه لأنه كان يتعنت معهم في السابق طوال العام الماضي وغيره، فصوت كل الديمقراطيون و8 فقط من الجمهوريين، فتمت الإطاحة ب 216 صوت مقابل الأصوات الأخرى وسقط. فبالتالي الآن حل مكانه نائبه الوحيد الذي كان قد اختاره ليتولى مكانه في حالة عزله أو غيابه أو وفاته أو انشغال. نعم سيدي. نعم، إقالة ماكارثي إلى أي حد لربما توسع الشرخ بين الجمهوريين والديمقراطيين وبين الأطراف السياسية بالولايات المتحدة بشكل عام؟ هو باستمرار هنالك تنافس حزبي وشرس، أحيانا يكون على مستويات عالية من السلبية وتراشقات الحزبية إلى آخره. وبالتالي الآن ليس الحزب الديمقراطي هو الذي في صراع مع الحزب الجمهوري، الصراع الآن هو داخل الحزب الجمهوري بين متشددين بين قوسين أقرب إلى خط ترامب ومناصرته ومواقفه إلى آخره، وبين الجمهوريين التقليديين أو أبناء المعتدلين أو المتوسطين، وبين مجموعات أخرى داخل هذا الحزب الذي ليس له حتى الآن قيادة قوية متماسكة، لا على مستوى المرشحين للرئاسة الأمريكية باستثناء ترامب الذي يوازي وزنه وما يحصل عليه من أصوات ضمن استطلاعات الرأي أكثر من 6 أو 7 مرشحين جمهوريين الآخرين.
وليس لهم ايضا قياده حزبيه قويه جدا، واخر ما اطاحوا به هو رئيس مجلس النواب. اذا هي الصراعات داخل الجمهوريين لانهم يمارسون لعبه الضغط على الرئيس الامريكي وابتزازه وهو ديمقراطي لتحصيل ما يستطيع تحصيله. هذه الحياه الحزبيه الدائمه مستمره، لا جديد فيها الا الحركات او السوابق التي تحدث مثل هذه التي نراها، وايضا حاله الصراعات الداخليه في الحزب الجمهوري. ماذا سوف ينتج عنها؟ قد ينتج عنها فتره زمنيه يحتاج بها الجمهوريون لكي يتفقوا على مرشح اخر لرئاسه مجلس النواب، لانه الان لا يستطيع مجلس النواب ان يصدر يصنع قوانين ولا ان يصوت على اي شيء، فقط يستطيع ان يجتمع ويتكلم النواب ويعلن يعني الغاء الدوره اللي هي التشريعيه والمناداه بغيرها، لكن لا يستطيع اخراج اي قانون حتى يتم اختيار يعني رئيس. مكارثي هذا تم ما سوف تسمع عنه. مكارثي تم اختياره بصعوبه كما تعلم، وبعد عشرات المحاولات هل سنشهد انتخاب رئيس البرلمان او رئيس مجلس النواب بسرعه او بعمليه اسلس مما تم على زمن مكارثي، ام ماذا؟ هل ستعاد المساله من جديد؟ بالطبع عمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ لها نظام داخلي يحكمها، منها موضوع اغلبيه الحزب هي تقرر، فالاغلبيه هي للحزب الجمهوري يختار من يختار، لكن هي اغلبيه بسيطه. قد يعود وينشق مجموعه من الجمهوريين ويخرب العمليه الانتخابيه، لكن إذا الأغلبية من الجمهوريين اتفقوا مع أغلبية من الديمقراطيين، هذه قد تكون فرصة للديمقراطيين للعب على انشقاقات وخلافات وانقسامات الجمهوريين، وبالتالي يأتي رئيس مجلس نواب أقرب أو أسلس مع الديمقراطيين. هذا احتمال رقم واحد. الاحتمال الثاني أن يتفق الجمهوريون مرة أخرى، المتشددون والمعتدلون وغيرهم، على مرشح يناسبهم جميعا. كم ستطول؟ هذه فيها أيضا مقايضات وفيها مفاوضات وفيها مساومات حتى يختاروا الذي يقدم لهم الأكثر، هؤلاء الثمانية أو غيرهم أو التجمعات الأخرى. أيضا موضوع السينيوريتي، يعني موضوع الأقدمية في دخول مجلس النواب، وبالتالي هي ليست أي واحد، يعني لا يستطيع الترشح عضو جديد أو صغير السن أو ليس له أسبقية أو دورة أو دورتين، وبالتالي هناك معايير كثيرة تنظيمية داخلية وأيضا تكتلية وتصويتية. هل سيتفقوا سريعا؟ أنا باعتقادي الشخصي مما أتابعه بدقة من أخبار الصراعات في الحزب الجمهوري أن أمامهم مشوار، لكن هو بالطبع لن نتوقع أن يتم التأجيل إلى ما لا نهاية، أسبوع أسبوعان، قد تأخذ شهر شهرا من الزمن، لكن في النهاية سوف يتفقوا وسنرى مشهدا آخر من الصراعات والمفاوضات وكل الألاعيب التي يمكن أن تستخدم في المفاوضات والمناورات وصولا إلى شخص يتم الاتفاق عليه. إذا استطاع الجمهوريون لوحدهم كان وبها، والا فقد نشهد نوع من التحالفات بين الديمقراطيين يعني والجمهوريين كأغلبية، شكراً، ويهمش المتشددين. نعم. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر زوم من اسطنبول المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور صبري سميرة، شكرا جزيلا لك.